15 ضعيف وبيتساقط وكمان ما بيطولش، يبقى الفيديو ده يهمك. هقول لك على افضل حل لعام 2022 لزياده طول الشعر وايقاف التساقط. الفيديو الثالث من سلسله الافضل لعام 2022، ويلا بينا. الخطوه الاولى في الاستراتيجيه بتاعتنا اللي احنا لازم ناخد مكمل يكون بيحتوي على الزنك. نجيب اي مكمل يحتوي على الزنك من الصيدليه، ودي امثله لبعض الشركات. ثانيه، نستخدم الشامبو الطبي مضاد للتساقط، بيكون خالي من الصلفيت وبنستخدمه مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع فقط. يبقى الافضل المنتجات لعام 2022 اللي هتساعدنا في ايقاف تساقط الشعر وتقويته وزياده طول. اول واحد معانا هو الفلوكسيا هير سيرم، وده بيحتوي على البيوتينيل بيبتايد والابجينين، ودول بدورهم بيعملوا على تحفيز بصيله الشعر ويحارب شيخوخه الشعر، اضافه الى الجينسنج الابيض، وده بيعزز نمو الشعر، وبنستخدمه 8 بخات يوميا مساء لمده 3 شهور. رقم 2، اليا انرجيتك لوشن، وده بيحتوي على الديكسابنسينول والبيوتين والروزماري، وبنستخدمه مرتين في اليوم لمده 3 شهور برضو. ده معانا فور لونج هير سيرم، وده برضو بيحتوي على البنسينول والبيوتين، وبرضو بنستخدمه مرتين في اليوم لمده 3 شهور. اما بالنسبه للحامل والمرضع فافضل حل ليها هو البنسوفيل هير تونيك، وده بيحتوي على الديكسابنسينول، وبنستخدمه برضو مرتين في اليوم. دمتم في امان الله.